اليوم بجامعة يغزة قام السيد العامل إقليم سيدي إفني والوفد المرافق له بإعطاء الانطلاقة لأشغال بناء وتجهيز مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بتكلفة مالية تناهز 3 ملايين درهم. وفي نفس الإطار تم تسليم حافلة للنقل المدرسي لهذه الفئة بتكلفة مالية تناهز 350 ألف درهم. هذان المشروعين المهمين مولا في إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية حشاشة. وإتره تم زيارة لمقر النادي النسوي بتيغزة قصد الوقوف على التجهيزات التي مولت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتكلفة تناهز 120 ألف درهم والتي همت قاعة للطبخ وقاعة للخياطة والفصالة. أشرف اليوم عامل صاحب الجلالة والوفد المرافق له على إعطاء الانطلاقة لمجموعة من المشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويتعلق الأمر ببناء مركز لذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزه بالإضافة إلى حافلة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة. كما أشرف السيد العامل كذلك على تسليم مجموعة من التجهيزات لمركز التربية والتكوين. في هذه المناسبة أود أن أقدم جزيل الشكر لفريق العمل بقسم العمل الاجتماعي بالعمالة وكذلك جميع من ساهم من قريب ومن بعيد في إخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود.